اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب بالرواقي الجاوي، قال: وفي معنى المعرف المذكور، المعرف المذكور هو الاسم الواحد التي أو الذي دخلت عليه لام التعريف أو أل، وتكلمنا فيه قبل ذلك وذكرنا الأدلة على كونه يستعمل في العموم. قال: وفي معنى المعرف يقصد بمعناه هنا أي أنه يأخذ حكمه، فكأنه قال: وفي حكم ما سبق المعرف، وفي حكم ما سبق ما دخلت. يبقى في معنى المعرف المذكور في إفادته العموم ما، يبقى ما دي مشايخ ديت مبتدأ، وفي معنى دي جملة الخبر. وانت بتقرأ كده حدد عشان تفهم الدنيا رايحة فين وجاية منين. وفي معنى أي وفي حكم المعرف الذي ذكرناه قبل ذلك، في حكمه في إيه؟ ما هو الحكم ده له جهات متعددة. قال: لا، حكمه في إفادته أي ذلك المعرف العموم أي الشمول والاستغراق. ما يعني لفظ دخلت عليه أي أضيفت له أل الموصولة، يعني أل التي تستعمل استعمال الاسم الموصول، وهي التي تدخل على اسم الفاعل وتدخل كذلك على اسم المفعول. فلو قال لعبيده: الضارب فيكم حرا، قال لعبيده: الضارب فيكم حرا. الضارب، ضارب ده اسم ايه؟ اسم فاعل مصوغ من الفعل الثلاثي، لأن اسم الفاعل إذا صيغ من الفعل الثلاثي يكون على وزن فاعل، والمفعول على وزن مفعول. فالضارب منكم حرا، يعني كل فرد حصل منه الضرب فهو حر. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السارق كذلك، الألف واللام هنا قائمة مقام لاسم الموصول ودخلت على اسم فاعل، وإذا كان الأمر كذلك أفادت العموم، فكأنه قال: كل من صدر منه السرقة فحكمه كذا وكذا. وهذا يفيد العموم في جنس السارق، وكذلك الزاني لا ينكح إلا زانية، والزانية لا ينكحها إلا زاني، والزانية والزاني فاجلدوا. كل ذلك أفاد العموم. لماذا؟ لأنه اسم مشتق دخلت عليه ال التي هي بمعنى الذي بمعنى اسم الموصول. قال: دخلت عليه ال الموصولة، يعني ال الموصولة يعني التي إذا أزلناها أمكن
وضع الذي أو التي مكانها، فهذه أيضا تفيد العموم. واشترطوا أيضا ما لم يكن هناك صارف. طيب بعد ذلك قال والمفرد، المضاف إلى معرفة، المفرد المضاف إلى معرفة كذلك يفيد العموم. وقد صرح الإمام الرازي أثناء الاستدلال على أن الأمر للوجوب بأن الأمر أو بأن المفرد المضاف إلى معرفة يكون لي العموم، في قوله تعالى في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الإمام الرازي وهو يستدل على أن الأمر يفيد الوجوب قال هكذا وصرح، قال بأن اسم الواحد اللي هو المفرد المضاف إلى معرفة، والضمير معرفة، لأن يخالفون عن أمره الضمير يعود إلى الله وهو أعرف أعرف المعارف. فليحذر الذين يخالفون عن أمر الله، أي أمر لله سبحانه وتعالى، وليس أمرا مخصوصا ولا أمرا معينا، وإنما كل أمر. ولذلك استدلوا أو أخذوا من استدلال الإمام الرازي على أن المفرد المضاف إلى معرفة يعم. مع أن الإمام الرازي اختار أن المعرف بأل لا يعم، أل المفرد المعرف أو اسم الواحد المعرف بأل لا يعم، والمفرد المضاف إلى معرفة يعم، فخلف بينهما. والفرق كما قالوا أن الإضافة أدل على العموم من الألف واللام، الإضافة أدل الأصل، الألف واللام قد تكون للعهد، والإضافة أكثر دلالة على الاستغراق من دلالة ال. واستشكل على عموم المفرد المحلى. طيب تكلمنا في الأصل، لكن هذا الأصل يشكل عليه أن هناك فروع خالفت ذلك الأصل وينبغي عدم المخالفة، فما هو الجواب عن ذلك؟ واستشكل على عموم المفرد المحلى بأن أن الحالفة بالطلاق، يعني قال علي الطلاق لا أفعل كذا، علي الطلاق وفعل، ينبغي على القاعدة إيه؟ يلا نطبق القواعد. بيقول الطلاق يعني التلاتة، كل فرد لي من أفراد الطلاق واقعة إن لم أفعل كذا، علي الطلاق من واكل مثلا يعني، وأكل حنث. فمقتضى هذه القاعدة وهو أن المفرد المحلى بأل للعموم أن تقع الثلاثة، ولكن علماءنا قالوا بأن الثلاثة لا تقع، وإنما الذي يقع مرة واحدة علي الطلاق. خلي بالك نحن لا نفتي في مثل هذا، وإنما نشرح مذهبا فقهيا، وهناك فرق بين شرح المذهب الفقهي ونسبة الأقوال إلى أصحابها وكيفية الاستدلال وبين الإفتاء، حتى لا يخلط أحد منكم بين المقامين فيشق على نفسه
ويشق على الآخرين. انتبهوا، نحن نشرح مذهبا فقهيا مرتبطا بقاعدة. أحسن واحد يقول لك أصله الشيخ في الدرس قال إن علي الطلاق بتقع واحدة ومقتضى القاعدة أن تقع ثلاثة، ويروح يفتي فيضل ويضل. إحنا ما بنفتيش، إحنا بنعمل إيه؟ بنشرح مذهب فقه. واستشكل على عموم المفرد المحلى أن الحالف بالطلاق لا يقع عليه بالحنث، يعني بسبب الحنث وهي المخالفة، إلا طلقة واحدة. يعني إذا قال علي الطلاق من واكل وأكل، الشافعية بيقولوا إيه؟ على الراجح عندهم بيقولوا يقع طلقة واحدة. مغني المحتاج بيقول كده، بيقول علي الطلاق الأصح فيها أنها صريحة لا تحتاج إلى نية، والمعنى الطلاق يلزمني ويلحقني لو لم أفعل كذا. فيعمل إيه لو ما عملش؟ يعني لو قال مثلا علي الطلاق من واكل كلب حنث، يبقى لازمه الطلاق طلقة واحدة. طب القاعدة بتقول إيه بقى؟ القاعدة بتقول إن المفرد المضاف كأنه قال كل طلقة لي تلزمني إن أكلت، فأكل كان جعان أو جابوا له حاجة من حضرموت. طيب هنعمل إيه بقى في الإشكالية دي؟ هو مش الأصول بتخدم الفروع؟ هو مش الأصول بتنتج لنا فروع فقهية منضبطة؟ كيف تقولون بأن القاعدة تفيد العموم مع أن التطبيق لا يقع إلا واحد؟ في إشكالية، يا إما الفرع ده خرج عن القاعدة لمعنى، يا إما أن القاعدة غير منضبطة، يا إما إحنا مش فاهمين حاجة. ما هي كده. وأجاب عنه، يعني أجاب عن هذا الإشكال، إشكال علمي، دي مشكلات علمية تحتاج إلى كبار يظهرون حقائقها ويدلون مخبئاتها. ابن عبد السلام ده سلطان العلماء، يعني العلماء كده ليهم يعني رئيس، وهو رئيس العلماء، سلطان العلماء يعني رئيس العلماء. ورئيسهم خلي بالكم مش بالانتخاب، يعني راحوا انتخبوه وبعد كده خيبهم وخيبوه. لا، ده هو سلطانهم بالعلم، بالقناعة، بالاتساع، بالمنهجية. اختصر نهاية المطلب لإمام الحرمين في كتاب سماه غاية الاختصار، وقد طبع في 8 مجلدات طبعته دار الأوقاف القطرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بنسخة منه، اللهم آمين، لأنه مذهب شافعي. بأن هذا يمين، هذا يمين، وكل يمين يراعى فيها العرف فهذا يراعى فيه العرف. ايه ده؟ ده بيشير الى قياس من الشكل الاول. قال الحلف بالطلاق يمين، وكل يمين يحتاج في إيقاعه إلى العرف فهذا، أي يمين الطلاق، يحتاج في إيقاعه إلى العرف. طيب رقم واحد، إيه يعني يمين؟ مين يعرف يقول لي كده يعني إيه يمين بالطلاق؟ الإمام النووي في كتاب منهاج الطالبين
قال هناك فرق بين الطلاق وبين اليمين. يعني لو قال لمراته أنت طالق، ده طلاق مش يمين. ولو قال علي الطلاق ما انت رحل أبوك، ده يمين. لو خرجتي تبقي طالق، ده يمين. ايه الفرق؟ الإمام النووي بيقول الفرق بين الطلاق وبين اليمين أن اليمين يراد به الحث على فعل شيء أو المنع من فعل شيء، وهذه ضرر ينبغي أن تنتبه حتى تأخذها. فبنقول لك الفرق ما بين الطلاق وما بين اليمين إن يمين الطلاق ما قصد به الحث على فعل شيء أو المنع من فعل شيء. وعشان كده أقول لك يمين زي والله ما أنا واكل. ما فيش حد بيزعل كده من والده وبيقول له كده، أو من والدته يخش يلاقيها مثلا عاملة فول وهو عايز رز أبيض وسمك، والله ما أنا واكل. ده إيه؟ ده كأنك تحلف بهذا من أجل أن تمنع نفسك من الأكل. يبقى المراد بإيه؟ منع النفس من الأكل. يا أخي مش هتزورنا، مش هتحضر الدرس، والله لأنا حاضر الدرس. كأنه يحمل نفسه ويعني يحث نفسه على حضور الدرس، ومن أجل ذلك كان يمينا، لأن في حث على الفعل وفي منع من الترك، ولذلك سمي يمينا. لأن اليمين في إيه؟ في عقد، في قصد مؤكد. يا سلام، ده اللغة ماشية مع المعاني. طب ماشي، الطلاق بقى لما يقول لها، وأنا قاعد مع الناس في هذا، علي الطلاق ما أنت لا تذهبي إلى أبيك، هو قصده إيه؟ هو قصده يمنعها من الذهاب إلى أبيه، فلذلك كان يمينا بالطلاق. طب قال لها علي الطلاق لأنت عاملة كوباية الشاي، بيحملها على أن تصنع له كوبا شاي، بالشاي بتاع القوقاز، واخد بالك؟ يبقى ده إيه؟ يبقى ده يمين. لماذا؟ لأن في حث على الفعل أو في منع من في منع من الفعل، يبقى سمي يمينا من أجل هذا. أما لو قال أنت طالق، لا مش يمين بالطلاق، ده طلاق. طب لما قال أن الحالف بالطلاق، ما قالش أن المطلق، الحلف. يعني إيه الحلف؟ يعني عليها الطلاق، أو لو خرجت فأنت طالق، لأن أيضا هذا يمين بالطلاق من حيث المعنى. طب هنعمل إيه؟ أنت كده توهتنا. قال لك هذا يمين، يعني هذا الذي قاله المرء من قوله علي الطلاق ما أنا واكل، يمين، لأن في معنى المنع، منع النفس من الأكل. فيراعى، يراعى يعني إيه؟ يعني يلاحظ فيه. رعيت الشيء يعني لاحظت فيه، فيلاحظ فيها العرف، أعرف الناس، يعني ما استقر عليه أمر العامة، ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فيراعى فيه العرف دون الأوضاع اللغوية، أن يراعى فيه العرف دون الأوضاع اللغوية، حيث يقول له بقى انتبه كده عشان ده يعني تأسيس عقلي. قال نعم، القاعدة صحيحة وهي قاعدة لغوية ولا شيء فيها، غير أنها لا تطبق على ذلك الفرع الفقهي
من أجل أن هذا الفرع له ملحظ آخر وله قاعدة أخرى تجذبه إليها، وهي قاعدة الإيه؟ العرف. أن العرف قد جرى على أن المراد من ذلك طلقة واحدة، ولذلك إذا أتيت للناس وقلت لمثل هذا وقعت عليك الثلاثة هيقول لك إيه؟ يقول لك وأنا عاوز الثلاثة؟ ده أنا بحلف مرة واحدة. ومين اللي قال لك إن أنا عايز الثلاثة؟ تقول له طب اسأل اللي جنبك، يقول لك هو الراجل قال إلا مرة واحدة، وهي عندنا أصلا ماشية مرة واحدة. هو ده العرف. طب واللغة؟ لا، ما هو اللغة هنا تنوسيت وهجرت من أجل الأوضاع العرفية، فهي متروكة من أجل ذلك. وهذا هو الجاري في الأيمان، أنها تجري على الأعراف. ولذلك خذ هذا، قال والله لا آكل اللحمة. لما غلت اللحمة كده وبقت دلوقتي 120، غلت عليه اللحمة فقال الشاهد والله لا آكل اللحمة. وقام واحد صاحبه طيب كده عزمه على جمبري، أو الشافعي بيقول جائز، أبو حنيفة بيقول لك ده حشرات. فما مذهب أبو حنيفة؟ يعني يطيب قلوب الفقراء. فأكل السمك يا حناس، ما حناس، لأن الأيمان يراعى فيها أعراف الناس لا الأوضاع اللغوية. فما حناس، مع أن ربنا قال إيه؟ لتأكلوا منه، أي من البحر، لحما طريا. ده ربنا سمى لحم على مقتضى الأوضاع اللغوية، غير أن الأيمان إنما تراعى فيها الأعراف وتهجر من أجلها اللغة، لأن المتكلم غافل عن المعاني اللغوية ويتكلم بما جرى به العرف. فشو بقى هو ملحظه كده؟ قال ده يمين، واليمين يلاحظ فيه العرف وتترك من أجل ذلك الأوضاع اللغوية، والقاعدة سليمة لا غبش ولا إشكال ولا أي شيء عليها. طيب الناس دي بتعمل ايه بقى؟ بتؤسس وتؤصل وتبني ولا تهدم. هات بقى الفرع ده بقى لمشايخ الزمان اللي احنا قاعدين فيه، بدل ما يصحح القاعدة ويبحث عن حل متوافق مع قواعد العلم، يقولك لا ده الرأي ده خطأ، وقائله فيه وقائله عليه، المصارعة إلى التخطئة، وهو منهج السطحية، منهج المتسرع، منهج الذي لم يتربى ولم يشم للعلم رائحة. وهذا هو السمة العامة في زماننا. يقول لك وده فهم حاجة، ده هو ده مش عارف ايه، ده هو ده ايه، وهكذا. يا ابني ده الأئمة، سيبك كلام الأئمة، احنا هم رجال ونحن رجال. لا يا حبيبي، هم رجال جلسوا للعلم وانقطعوا له، وأتقياء وأنقياء، وأما أنت فأنت مخنس خنسة مشكل. أو النبي، يعني تحيرنا في أمرك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لما تتورك على أم على علماء أمة رسول الله تبقى أنت إيه؟ وده يعني أنا أصد فكر دلوقتي سائر في بعض الأكاديميات الأزهرية، تبقى أنت ربنا يهديك، وإن لم يهدك فليأخذك أخذ عزيز مقتدر. مين؟ الفكر، فلناش دعوة بالأشخاص. طيب نرجع بقى عشان الكلام حلو. قال السبكي، بص بقى ده بقى يا أخ مشايخ الإسلام، والله كلام التقي السبكي فيه من الأدب
ما يقصر أهل زماننا عنه والله العظيم. أدب الكبار مع الكبار، أدب الذين يوقرون العلم وأهله. ولذلك لما تشوف أهل الزمان ده، لا، ما أهل الزمان دول موتى وهم بعيدون عن العلم مطلق. اقرأ بس كلام السبكي ده، اقرأ تحت بيقول لك ايه، بيقول لك والأدب مع الشيخ. يا سلام، والأدب، مع ان الكلام اللي قاله التقي السبكي كلام علمي رصين دقيق عميق ومحترم جدا، غير انه قاله على استحياء حتى لا يتعارض مع سلطان العلماء. ولولا ان العلم أمانة لما قال هذا الجواب. ولكن شو بيقول لك في الاخر ايه؟ والادب، قال لك نلزم الادب والاحترام، هم من ونحن من، ومن اجل ذلك وصلوا. بالادب يا مولانا يصل الانسان، بقلة الادب مش هتوصل، هتوصل للحمام. اه والله، بالادب يصل الانسان وبقلة الادب تصل الى الحمام. حكمة، قواعد برمائز، الجلسة منفوحة. شو بقى قال السبقي؟ السبقي ده يعني كان إمام وعلامة كبير جدا، حتى ادعى ولده أنه قد بلغ رتبة الاجتهاد. بالصلاة على سيدنا النبي كده، بالصلاة على سيدنا النبي، بلغ رتبة الاجتهاد يعني معاه الأدوات. مش كل واحد دلوقتي اتخرج من الأكاديمية الفلانية وبدأ يعني ها بيبحث هنا ولا هناك، يقول لك أنا اجتهد. طيب ماشي، طب معاك قواعد العلم، معاك الملكة، ها معاك الملكة، جلست كما جلسوا، ولا ترهات شيطان أنزل عليك هذه يعني الكلمات التي شعرت أنها علم فانبنى على ذلك أنك ادعيت الاجتهاد. في ناس بيدعوا الاجتهاد. طب ماشي، ويجابوا، قال بس خلي كده يعني ايه جواب الامام على العين وعلى الراس. الطائية الماليزي دي هو يعني محترم، بس خلي كده، بس نيجي بقى ان ايه نشتغل كلام تاني. ويجابوا بان الطلاق حقيقة واحدة. قال له خلي بالك، انتبه معي، العموم بيبقى في ايه؟ قالوا في الافراد. قال بس الطلاق ده ملوش افراد، ده الطلاق ده حقيقة واحدة. لما يقول لها انت طالق، انت طالق يعني معناها فككت العلاقة الزوجية التي بيني وبينك. فين افراده؟ ده ملوش افراد. امال يا مولانا الاولى والثانية والثالثة؟ قال له دي مش افراد، دي مراتب، ده مراتب للطلاق مش افراده، رتبه في واحدة وفي الثانية وفي الثالثة. الأولى لها أحكام، الثانية لها أحكام، الثالثة لها أحكام، لكن ديت مش أفراد يحمل عليها العام. يا ابني دي مش أفراد، دي مراتب. فلما هو قال الطلاق أنت طالق يعني العلاقة الزوجية التي بيني وبينك قد انتهت، ده حقيقة الطلاق. والطلاق يأتي على هذا يعني يحل قيد العلاقة، يعني بيقول لك ايه الطلاق؟ حل العلاقة الزوجية، حل قيد الزوجية، ده حقيقة. فين بقى افراده؟ ما لا انت طالق يعني حقيقة الطلاق تلحقك بس، ولا افراد له. طب الاولى والثانية والثالثة؟ قال دي مراتب بس. ده جواب مين؟ ده جواب التقي السبكي بمختصر المفيد. طب هو سهل كده؟ اه والله سهل. ايه الفهم ده؟ فهم عميق. هو دوت يتصور فيه عموم؟ لا. طب يتكلم على الحقيقة، فبيقول لها حقيقة الطلاق التي هي حل العلاقة الزوجية، حل قيد الزوجية الذي بيني وبينك انت بس، خلاص. طيب
قال السبكي: وقد يجاب عن هذا الإشكال بأن الطلاق حقيقة واحدة، شيء واحد، حقيقة يعني إيه؟ يعني قطع عصمة الزوجية كما قلت لكم، وليس له أفراد. فين أفراده؟ ملوش أفراد، ملوش. زي مثلا لما نقول لك إيه، الرجل يفهم أكثر من المرأة، وأردنا بالعموم، يعني كل فرد من أفراد الرجال، أنا فرد من أفراد الرجال، وده فرد من أفراد، وده فرد من أفراد، أدي أفراد وهي. لكن هنا لما بيقول له حقيقة الطلاق، أنت طالق، يعني حقيقة الطلاق وقعت عليك، وهو حل العلاقة الزوجية، وليس له أفراد، حتى يقال، لأن العموم إنما يرد على الأفراد، إنها تندرج في العموم، إن هذه الأفراد تندرج تحت اللفظ العام، ولكن مراتبه مختلفة. ده بيرد بيقول له: طب والأولى والثانية والثالثة؟ قال له: دي مراتب، وهي مراتب للطلاق مختلفة، وليست أفراد للطلاق، وإنما هي أوصاف للطلاق. منها، أي من هذه المراتب، ما قصد به تشعيب النكاح. تشعيبه يعني إيه؟ يعني تفريقه، يعني لما يقول لها أنت طالق يبقى فرق النكاح، قطع ثم جاءت الرجعة فأعادتها مرة ثانية. ولذلك يقول لك الرجعة، هل يا ترى هي في حكم الاستمرار ولا في حكم الإنشاء؟ استمرار يعني إيه وإنشاء يعني؟ أنت بتجيب لنا حاجات غريبة النهاردة ولا إيه؟ السيوطي في الأشباه والنظائر قال هكذا، قال: والرجعة هل هي في حكم استمرار النكاح ولا في حكم ابتداء النكاح؟ وجهان، أصحهما أنها في حكم الاستمرار، ولذلك لا يشترط موافقة الزوج. فلما يقول لها أول طلقة وبعد الدخول أنت طالقة، وقلق للقف كده، وهو مدرك مملك كما نرى في الدار صباح مساء، بيقع الطلاق. طب بس هو ما وثقوه، سيبك من الخوتة العقلية دي، ده خبل، خبل وجنان. طيب دي الأولى اهي. ايه بقى اللي بيحصل بعدها؟ اللي بيحصل بعدها أن له أن يراجعها ما دامت في فترة العدة. طيب لما يقول لها راجعتك إلى عصمتي في فترة العدة، ده بقى في حكم استمرار النكاح السابق ولا في حكم إنشاء نكاح جديد؟ لا، في حكم استمرار السابق، ولذلك لا يشترط الشهود، ولذلك لا يشترط موافقتها، ولذلك أشياء كثيرة تختلف. يبقى الطلقة الأولى تشعب النكاح، تشعب يعني إيه؟ يعني تفرقه، تقطعه. فإذا راجع استمر، تبين استمرار العلاقة الزوجية، وهو الرجعي يعني الذي يحصل فيه المراجعة في فترة العدة. وجوز الشارع أن يكون مرة بعد أخرى، اللي هو الطلاق الرجعي، قال لها أنت طالق وقلقل القاف، ثم بعد ذلك خرج وصلى العشاء، عاد رآها أمامه، قال لها أنت طالق بقلقلة القاف، مدركا مملكا. الثاني اتصل بوالده، قال له: تعالى لي يا ابني عشان توديني للدكتور. راح للدكتور، رجع لمراته، بص لها كده اهو، قال لها انت طالقه. يبقى ايه اللي حصل اهو؟ جوز الشارع ان يوقع واحده بعد واحده بعد واحد. فكل هذه مراتب للطلاق، وليست افرادا للطلاق.
طب الطلقة الأولى؟ قال له الطلقة الأولى بتفرق النكاح، لكنك إذا عدت بعدها بقي لك ثنتان، فإذا طلقت الثانية بقيت لك واحدة، فكل مرة بتفرق لك النكاح. التفريق في المرة الأولى بيبقى أقل من التفريق في المرة الثانية، من التفريق في التالتة خلاص باين بيننا كبرى. قال: والتشعيب الحاصل من الثانية، يعني من الطلقة الثانية، أكثر من الأولى، لأنه إيه؟ فوت عليك طلقتين، أصبح المسافة بعيدة. ومنها ما تحصل به، يعني بالطلاق، البينونة مع إمكان الرد بغير محلل. كل دي مراتب للطلاق. يعني هو مثلا عقد عليها بدون أن يدخل بها، فحصل بينه وبينها ما حصل، وقال لها مدركا مملكا عارفا ما يقول: أنت طالقة. قبل الدخول وقعت واحدة، وكان عليه إذا أراد أن يراجع بعقد ومهر جديد وإذنها ورضاها وولي وإلى آخره. لماذا؟ لأنه طلقها طلاقا بائنا، لأن الطلاق قبل الدخول طلاق بائن لا بد فيه من عقد ومهر جديد وإلى آخره. أو زهقت منه، قالت له: بص بقى، احنا مش نافعين مع بعض، انت ما بتخلفش، مثل الحل اللي جاتني النهارده، انت ما بتخلفش وانا صغيره، انا عايز اخلف، فالان طلقني. قال لها: انا ارغب فيك. قالت له: لا، طلقني. لا، طيب ادفعي من اجل ان تطلقي، ادفعي وانا اطلقك. قالت له: ماذا تريد؟ قال لها: اريد 5000 دولار مثلا يعني. فراحت مطلعه او جايبه الشنطه معاها، عدت 5000 دولار، ده انا بتكلم مساله خياليه يعني، ودفعت له الخمسه، وقال لها: انت طالق على هذا، بس اللي هي صيغه الايه؟ الخلع. قالت له: خالعني على 5000 دولار. قال لها: خالعتك على 5000 دولار في المجلس. خلاص تم الخلع وحصل المراد، وطلقت منه المرأة في مجلس الخلع طلقة بائنة. فإن كانت هي الأولى فهي الأولى، أو الثانية فهي الثانية، أو الثالثة فهي الثالثة، وهي كذلك يعني بائن بينونة كبرى في هذه الحالة. قال: وهو إذا كان بعوض، أي أو قبل الدخول. ومنها البينونة الكبرى كما ذكرت لكم، وهي الثلاث، يعني وهي الطلاق الثلاث كما ذكرت لكم. فيحمل اللفظ عند الإطلاق على أدنى المراتب. هنا بقى سؤال، طب أنت بتقول هي مراتب، ولما قال أنت طالق لماذا حملته على المرتبة الأولى ولم تحمله على المرتبة الثانية ولا المرتبة الثالثة؟ قال: لأنه أطلق، والمطلق يحمل على أدنى المراتب، لأن أدنى المراتب هي المتيقن. ما حملتوش على الثانية ليه؟ قال له: أنا ما حملتوش على الثانية، وحملته على الأولى، على واحدة يعني فقط، ولم أحمله على اثنين أو ثلاث، من أجل أن المطلق يحمل على أقل المراتب. يا سلام، شايف العلم بقى والشغل ده حاجة أحسن من البيبسي اللي أنا بشربه دلوقتي. ولا يعم المراتب. ليه؟ لأنها ليست أفراد، العموم إنما يكون في شيء له أفراد، والمراتب هذه ليست أفراد، وإنما هي أحوال للطلاق وأوصاف له.
ولها أحكام مختلفة بحكم الشرع. فالألف واللام لا تدل على قوة مرتبة أو على ضعف مرتبة. ما جيش كده وأقول لك إيه الألف واللام هنا تدل على قوة الأولى وعلى ضعف الثالثة، لا، ولاش دعوة بالكلام ده. فلا تحمل إلا على حقيقة الطلاق اللي هي الماهية، اللي هي فصل العلاقة الزوجية. فإذا قال الطلاق يلزمني، يعني هذه الحقيقة التي هي حقيقة الطلاق لاحقة ولازمة لي، بس كده. فإذا قال الطلاق ليس معناه يعني الطلقة الأولى أو لا، مطلق الطلاق، حقيقة الطلاق. غير أننا في الواقع إذا أردنا أن نوقع هذا إنما نوقعه على أقل المراتب، لأن المطلق يحمل على أقل المراتب. قال بعد كلام طويل وكلام رائع، والله كلام يعني ما في أحلى من كده، وهذا الذي ذكرناه شيء، انتبه انتبه عشان اقرأ كده وتأمل في العبارة. قال وهذا الذي ذكرناه شيء يمكن أن يقال. لا لا لا، يا ما وصلوا بالأدب، مش عنترة، مش قلة أخلاق، مش ادعاء في غير موضعه. كل ذلك لم يكن ولا بعض ذلك قد كان. وهذا شيء يمكن أن يقال، ما قالش وهذا رأيي وأنا رجل وهو رجل، ده مع أنه لو قال هذا لسلمنا له. لماذا؟ لأنه التقي السبكي، لأنه من اعترف المتأخرون بأنه قد بلغ درجة الاجتهاد المطلق وادعى ولده في ترجمته في طبقات الشافعية ذلك. فلو قال هذا معيب عليه هذا، غير أن الأدب هو الطريق إلى الوصول إلى القمة. الكلام ده منهج علم طبقه على أهل زماننا اللي أتوا بالعجائب والغرائب وما تضحك منه، يعني العبط. حاجة غريبة. قال وهذا شيء يمكن أن يقال، ما قالش وهذا قولي وأرد به على يعني العز. قال وهذا شيء يمكن أن يقال، يعني هذا احتمال، ولو أردت أن أنت تجعله قول اجعله قول. والأدب مع الشيخ عز الدين الاختصار على جوابه. قال لك اقتصر على جواب الإمام لأن الأدب يقتضي هذا، ونقف عند حدودنا. وما قلته أنا يعني شيء احتمال عقلي، احتمال وليس قول، حتى يكون قول في مقابلة قائل كالعز بن عبد السلام، لا لا لا، ما أقدرش أقوله. لا، أدب، أدب واحترام. أما اللي احنا بنشوفه إيه اليومين دول، لا يعني بتشوف أنت جنون. نحن في عصر يعني كثر فيه الجنون باسم العلم. قال بعضهم بيرد برضك ما سابوش ما سابش التقي، قال له لا، اللي أنت بقى بتقوله أنت مش موافق عليه يا مولانا. قال له ليه؟ قال له خلي بالك، انت بتقول ان قال دخلت على الحقيقة والماهية، وان قال اذا دخلت على الحقيقة والماهية تنافي الحمل على الافراد. السكاكي وهو امام من ائمة يعني البلاغة يقول بان قال التي تحمل على الحقيقة لا تنافي أن تحمل كذلك على الأفراد. وأنا أرى والله أعلم أن كلام التقي السبكي كلام رصين، لأن السبكي ما ادعى أن هناك أفراد. ده السبكي بيقول
لم يدعي أن هناك أفراد وأن ال للحقيقة والحقيقة تتنافى مع الأفراد، ده ال أصلا لا أفراد له، مش هو ليه أفراد، وإنه هو ال دخلت على الحقيقة فأريد منها الماهية، وأنه إذا دخلت ال على الحقيقة وأريد منها الماهية تعارضت مع الأفراد ما ادعى هذا السبكي. إنما السبكي يقول ما لهوش أفراد، ده هو بيقع مرة واحدة بس. قال بعضهم على أن ما قاله السبكي لا يخلو من نظر لما قررناه من أن العموم لا ينافي الحقيقة. العموم ما ينافيش الحقيقة، والحقيقة لا تنافي العموم، حقيقة اللي هي الماهية، ماهية الشيء لا تنافي الحمل على كل أفراد ذلك الشيء، خلافا للسكاكي، لأن السكاكي بيقول لا، إذا دخلت ال على الحقيقة فإنها تحمل على بيان الحقيقة ولا تحمل على شمول واستغراق الأفراد. يعني لا تنافي بين الاستغراق وأفراد اسم الجنس. وقيل هناك تنافي بين العموم وأفراد اسم الجنس، لأن الأفراد أصل الحمل على الأفراد يدل على الوحدة، والاستغراق يدل على التعدد، الحمل على الحقيقة يدل على وحدة شيء واحد، طب والاستغراق لا يدل على التعدد، وشتان بين التعدد وبين الاستغراق. الكلام ده هتلاقيه في بعض حواشي السكاكي. وما ومقابل ما قاله السكاكي أن الاستغراق لا ينافي الحقيقة لأن الأداة تدخل على اسم الجنس، أداة اللي هي ال، مجردا عن الدلالة على الوحدة والتعدد. يعني لما بتأتي الأداة بتدخل على اسم الجنس بغير ملاحظة أنه للوحدة أو للتعدد، ولأنه بمعنى الأفراد طيب. هو في كلام كثير في هذا الموضوع. طيب عندك حاجة هنا؟ وحينئذ لا ينافي تفاوت الأفراد في مراتب ولا غيرها. فتأمل، هو كمان عايز يقول إن ما ذكره التقي السبكي من المراتب هذه ليست مراتب وإنما هي أفراد، والإمام السبكي بيقول لا ده مش أفراد، ديت مراتب وأحوال، والأمر كما ترون. اللي عايز يرجح حاجة يوم القيامة يرجحها. لا ما فيش حد أطال النفس وحقق في هذه المسألة كالشهاب الرملي، كله ذكرها على استحياء، لكن هو بسم الله ما شاء الله ذكر القول وذكر كلام العز وذكر كلام السبكي وذكر من ناقش السبكي، حاجة يعني من أروع ما تجد. قال وثانيها أي من الأدوات التي يعني تستعمل في العموم وموضوعة له اسم الجمع المعرف باللام. واسم الجمع هنا ما دل على ثلاثة فصاعدا، مسلمين دل على ممكن يبقوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو إلى آخره. فصاعدا يعني فذهب المعدود صاعدا، سواء أكان جمع كثرة لمذكر كرجال، جمع كثرة لمذكر كرجال، أو جمع مؤنث كصواحب، أو جمع قلة، جمع القلة من ثلاثة
لعشرة، وجمع الكثرة من 11 اللي انت طالع لفوق بلا نهاية. وهو جمع التصحيح لمذكر كمسلمين أو مؤنث كمسلمات، وجمع تكسير. وما عدا هذه الأربعة للتكثير، وجمع تكسير بوزن أفعلة يعني أرغك أرغفة أفعلة أرغفة بوزن أفعلة، وجمع تكسير له أوزان متعددة أفعلة أرغفة أو أفعل أبحر أو فعلة كفتية أو أفعال كأحمال. والقلة من 3 إلى 11 يعني العشرة تدخل في جمع القلة والأحد عشر ما يدخلش، ما يدخلش في جمع القلة لأن المغاية لا يدخل في الغاية. يبقى الحداشر منين؟ من التكثير وانت طالع. ومن بعدها للكثرة يعني، ومن بعد هذا المعدود من 11 يعني، أم في معنى الجمع يعني هو في حكم الجمع، من اسم جنس جمعي، واسم جنس الجمع ما دل على أكثر من اثنين وفرق بينه وبين واحده بالتاء في آخر المفرد غالبا، كتمرة للجمع وتمرة للواحد ونبق ونبقة، وتكون التاء فيما دل على الجمع. طيب قال بعد ذلك كتمر ونبق، تقول تمرة وإيه ونبقة. أو اسم جمع كقوم ورهط، واسم الجمع ما دل على آحاد دلالة الكل على أجزائه، فالقوم يدل على كل هؤلاء الجالسون أمامنا، تدل على كل هؤلاء الجالسين أمامنا كدلالة الكل على أجزائه التي تركب منها كقوم ورهط. قال وما تقرر من إفادته للعموم، اللي هو إيه؟ اللي هو اسم الجمع المحلى بأل. ما تقرر أنه للعموم مشروط، مشروط بها مولانا، قال ما لم يتحقق عهد. يتحقق عهد يعني إيه؟ يعني ما لم يكن هناك معهود مقطوع به، وهو قول الأكثرين من أهل العلم بخلاف ما لم يحتمل، يعني ما لم يتحقق فيه عهد أو وجد فيه عهد، وجد فيه عهد حمل عليه، احتمل عهدا لم يكن للعموم. تحقق أنه ليس هناك عهد يعني توقن أنه ليس هناك معهود حمل على العموم. لك في ذلك 3 أحوال، ما لم يتحقق فيه عهد، ما تحقق في عهد ما احتمل العهدية. كتاب حلو ليه كده؟ ويقولوا لك ده أسهل، اللمعة أسهل من ده، ده أسهل من اللمعة. ومن أدلته قوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ومن أدلة هذا القول الذي يقول بأن اسم الجمع موضوع أو يفيد الاستغراق بشرطه، قوله صلى الله عليه وآله وسلم في قولنا في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الصالحين ده ايه؟ جمع، وحلي بألف ولام، وليس هناك معهود متيقن
ولا معهود محتمل، فيحمل على كل عبد صالح لله تبارك وتعالى. فإنكم إذا قلتم، انتبه، لأن تفسير سيدنا رسول الله يبين لك أن الصالحين تحمل على كل فرد من أفراد المسمى. قال: فإنكم إذا قلتم ذلك، اللي هو إيه؟ عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم، انتبه، على كل عبد صالح. بس خلاص، يبقى سيدنا رسول الله بيقول لك الصالحين ايه؟ كل عبد صالح. يبقى الالف واللام كانها شلها ووضع مكانها كل في السماء والارض. طيب يا سيدي، ولانه يحسن الاستثناء تقول اعطي المسلمين الا فلانا، فالاستثناء معيار العموم. ولأنه لو قال رأيت مسلمين علم أنه رأى هذا الجنس، ولا يفيد الاستغراق، فلا يفيد دخول الألف واللام فائدة. يعني لو ما كانش أصلا دخول الألف واللام للاستغراق لما كان هناك فرق بين قولك رأيت المسلمين ورأيت مسلمين. فإذا دخلت أل أفادت حينئذ الاستغراق. وقيل، وهذا رأي ثان في هذه المسألة، لا يفيده ما لم تقم قرينة عليه، يعني لا يفيد العموم إلا بقيام قرينة تدل على العموم. شفت كأن اللي هو الرأي الثاني كأنه نظر إلى الحديث السابق من جهة أخرى. تأمل كده، لأن العلم ده يعني فيه لذة عقلية. قال طب وتعمل إيه بقى في على عباد الله الصالحين؟ قال له ما هي قامت القرينة على أن المراد كل عبد صالح لله بتنصيص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا لابد من قيام دليل وقرينة على أن المراد من ذلك الجمع الذي حلي بالألف واللام كل الأفراد. ومعايا القرينة هو إن سيدنا رسول الله نص على دخول ذلك. طيب يا سيدي، بارك الله فيك، وانت برضك يعني إيه كلامك حلو. ليه؟ قال والله لأن حمل اللفظ على ما تيقن، أنا بحمل اللفظ على المتيقن، المتيقن أقل الجمع. طب والاستغراق؟ الاحتمال يبقى مراد واحتمال يبقى غير مراد، والاستغراق مشكوك فيه. يبقى نحمل اللفظ على ما وضع له وأقل ما يحتمله اللفظ، وما زاد عن أكثر من ذلك احتمال يبقى مراد واحتمال يبقى غير مراد. طب واحنا قلنا له ايه؟ قلنا له انت كده بتضيع فائدة دخول الالف واللام، لان الالف واللام فرقت بين رأيت مسلمين ورأيت المسلمين، والتفرقة هنا ليست الا الاستغراق والشمول. طيب، وقيل لا يفيده إذا احتمل معهود، إذا كان محتمل للمعهود في احتمال أن يبقى فيه معهود، ما تحققش معهود، لأنه إذا تحقق معهود على كل الآراء لا يحمل. لماذا؟ لأن احتمال المعهود يجعل اللفظ مصروف إليه بلا خلاف بين أحد من العلماء. احتمل معهود فيه معهود، لابد أن يعود هذا اللفظ الجمعي المحلى بالألف واللام على ذلك المعهود. طيب، وقيل لا يفيده، أي لا
يفيد العموم، حيث احتمل معهود. يبقى أنا عندي ثلاثة أشياء هنا، بيقول لك ما لم يتحقق معهود، يعني ما لم يتأكد ويتيقن من وجود معهود أحمله على العموم. ويقول العلماء النفي يصدق بصورتين. ليه؟ لأنه يقول لك ما لم يتيقن وجود معهود، ففيما إذا ما هو بيقول لك لم يتيقن من وجود معهود، يبقى عندي صورتين. إذا احتمل معهود يصدق عليه أنه لم يتيقن من وجود معهود، لأن احتمال يعني إيه؟ قد يكون وقد لا يكون. قد يكون ذلك اللفظ عائد على، يعني مثلا المصباح في زجاجة، الزجاجة ديت ما احتملتش معهود، ده قطعا الزجاجة السابقة هي معهود لهذه الزجاجة، في زجاجة الزجاجة يعني هي نفسها، يبقى ده تيقن من وجود معهود. يبقى ما لم يتحقق من وجود معهود، الصورة الأولى يعني إيه؟ فيما إذا تيقن معهود يبقى النفي يصدق في هذه الصورة، ويصدق أيضا فيما إذا احتمل معهود، فإنها في الحالة يعني ما لم يتحقق معهود معناها أنه ما لم يتيقن من وجود معهود. طيب التيقن من وجود، عدم التيقن من وجود معهود يحمل على أنه إذا لم يكن هناك معهود قط، أو احتمل، أو كان هناك معهود ولكن معهود احتمالي، يبقى دولت الصورتين. يبقى النفي هنا يصدق بصورتين، إذا لم يكن هناك معهود قط، وإذا وجد ولكنه كان معهودا محتملا. ففي هاتين الحالتين تحمل على العموم. طب إذا تيقن من وجود معهود في كل الأقوال يحمل على معهوده، كما في قوله تعالى المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، ده أول واحد. الثاني بيقول لا يفيده ما لم تكن هناك قرينة، وبرضك ماشي مع ما لم يتحقق هناك معهود وهكذا. والثالث وقيل لا يفيده إذا احتمل معهود. القول الأولاني بيقول بقى لا، يفيد العموم إذا احتمل وجود معهود، لأنه يصدق عليه أنه لم يتحقق وجود معهود. حالة واحدة فقط هي التي لا يحمل فيها على العموم، وهي فيما إذا تيقن أن هناك معهود. طب إذا احتمل كان فيه معهود ولكن قد يكون مرادا به هذا هذه الأل وقد لا تكون مرادا به هذه الأل، احتمال. قال له أيضا على الأول يحمل، على الثاني، على الثالث لا يحمل. يبقى الأولاني، الرأي الأولاني وهو ما تقرر من ما لم يتحقق وجود معهود في صورتان يكون للعموم، فيما إذا تيقن من عدم وجود معهود، وفيما إذا احتمل، فيما إذا ما هو بيقول لك فيما ما لم يتحقق معهود، فيما إذا تحقق من وجود معهود، يبقى ده لا يحمل مطلقا على العموم. إذا لم يوجد معهود البتة، أو وجد ولكنه كان محتملا، يبقى يحمل على العموم. طب توقن أن هناك معهود يبقى لا يحمل على العموم. الثالث بيقول لا يفيد، أي لا يفيد العموم إذا احتمل معهود، خلاف الأولاني.
لان الاولاني بيقول له مع وجود الاحتمال هحمله على العموم، الثالث بيقول له مع وجود الاحتمال لا يحمل على العموم. ونقل عن المصنف، المصنف اللي هو في البرهان إمام الحرمين في البرهان، قال أي لا أنا كتبت على هذا وقلت لا يجزم بكونه للعموم، بل هو في هذه الحالة متردد بين العموم والعهد، فيما إذا احتمل كونه للعموم احتمال يبقى للمعهود، واحتمال يبقى للعموم، فالعموم مشكوك فيه فلا يحمل عليه. والجمهور على أنه في هذه الصورة للعموم ولا ينصرف عنه إلا إذا تحقق عهد. يبقى فهمنا يا أخواننا ما لم يتحقق عهد، فهمنا معناها إيه؟ يعني إذا لم يوجد عهد البتة، أو وجد ولكنه محتمل، أو وجد ولكنه متيقن، ثلاثة أشياء. طب الخلاف ما بين وقيل إذا احتمل معهود، إذا تحقق من وجود عهد فإنه يصرف إلى العهد على كل الأقوال، ويصير الخلاف ما بين الأول والثالث فيما إذا احتمل معهودا، لأن الثالث أيضا بيقول لك إيه؟ بيقول لك إذا لم يكن هناك معهود، لا معهود متيقن ولا معهود، يبقى نحمله على الإيه؟ على العموم، وده محل اتفاق ما بين الطرفين. وجد معهود محتمل، الأول يحمله على العموم والثالث لا يحمله على العموم. وأما إذا تحقق عهد صرف إليه جزما، وذلك بالاتفاق نص عليه الإمام الرازي في المحصول. وما نقل عن سيبويه وغيره من النحاة أن جمع السلامة للقلة، واحنا قلنا القلة منين؟ من 3 إلى 11. إيه يعني أنت بتقول جمع القلة من 3 إلى 11؟ طب يبقى كده مش هيفيد العموم، لأن أنت بتقول هو من 3 إلى 11، والعموم دي إيه؟ شاملة كل الأفراد، يبقى فيه تنافي ما بين كونها جمع قلة وكونها تفيد العموم. طيب التنافي فين يا مشايخ رضي الله عنكم؟ من أن القلة تقتضي التحديد بعدد معين، وهو أنه من 3 إلى 11، والاستغراق لا ده من 1 إلى ما لا نهاية. طب يبقى ازاي نقول ان هو للعموم؟ كيف يعني؟ ازاي يعني ايه؟ يعني كيف؟ وهذا على نوع الاستنكار، لان اخواننا هنا ما بيفهموش بعض لغة المصريين. لما اقول لك ازاي يعني كيف؟ يعني استنكار، يعني تعجب، هذا لا يحصل، كيف يكون؟ عشان نفهم بعض. قال يعني كيف يكون للحداشر ويكون لاستغراق كل الأفراد وشمول كل الأعداد؟ يبقى حينئذ ينبغي أن تجمع بين قول سيبوي، مع أنك أنت منذ قليل قلت الجمع جمع القلة إذا دخلت عليه ال أفاد استغراق كل الأفراد حتى ولو كانت كل الأفراد 1,000,000. كيف يكون يستغرق 1,000,000 وهو موضوع من 1 إلى 11؟ هذا ما داخل دماغنا، محتاجين يدخل دماغنا. جوابه ايه بقى يا مشايخ الاسلام؟ قال وما نقل عن سيبوي وغيره من النحاة من ان جمع السلامة للقلة اجيب عنه باجوبة. يا اخوانا العلم ده صناعة، ما بتمرش حاجة كده، ولذلك عندما تأخذ بأقوال المتقدمين
أنت تأخذ بأقوال قد اجتمعت عليها عقول أزمنة متعددة متوالية، نقحت ودرست وتأملت وقيدت وزادت وأضافت، يعني إنما أخذت بعد تنقيح شديد. فلذلك نتبعهم. لماذا؟ لأنهم أفنوا أعمارهم في تنقيح هذا العلم. فما ما يجيش بقى حتة واحد أصل لا ما تسمعوش ولا ما تسمعوا. وأجيب عنه بأجوبة، جمع جواب، منها ما ذكره المصنف من حمله على النكرة. أنا مع سيبويه في أن جمع القلة من 3 ل 11، ولكن هذا أراد به سيبويه ما إذا كان الجمع منكرا. فإذا كان منكرا كان من 3 إلى 11، أما إذا دخلت عليه أل فإنها حينئذ صرفته من هذا العدد إلى الاستغراق والشمول. جواب، إنه جواب. وجميل كمان، ومنها يعني ومن الأجوبة أنه لا مانع من أن يكون أصل وضعها القلة، يعني في أول وضعها، في أصل وضعها، في مبدأ وضعها كانت للقلة، ولكن الاستعمال صرفها بعد ذلك من القلة إلى الكسرة. يعني يعني أن واضع اللغة وضع هذه الجموع التي يقولون عنها بأنها جموع قلة وضعها من 3 إلى 11، ثم بعد ذلك غلب استعمالها في غير ذلك، يعني غلب استعمالها فيما إذا دخل عليها أل في كل الأفراد. فالنحاة يتكلمون على أصل الوضع، والأصوليون يتكلمون على غلبة الاستعمال، فلم يتوارد الكلام على محل واحد. فهمنا مشايخ؟ فهمنا بفضل الله. مسألة مش أسهل من كده. وغلب استعمالها في العموم لعرف، يعني العرف الاستعمال أو شرع أو الذي جعلها يغلب استعمالها، إما عرف الناس العرف العام أو إما العرف الشرعي، استعمال الشرع لها في الاستغراق. طيب، ولذلك قال الزركشي وهو قوي، فإن الموضوع له كثيرا ما يستعمل في ذلك، لا فإن الموضوع للقلة كثيرا ما يستعمل في الكثرة بالشرع أو بالعرف. فنظر النحاة إلى أصل الوضع، وينفع تقول فنظر النحاة، يبقى فنظر النحاة إلى أصل الوضع أو فنظر ماشية، والأصوليون إلى غلبة الاستعمال، وعلى ذلك لم يتوارد على محل واحد. وعلى العموم قيل، هنا بقى أتكلم على مسألة لطيفة جدا. وعلى العموم يعني إذا فرعنا على أن الجمع الذي ذكرناه إذا دخلت عليه أل فإنه حينئذ يفيد العموم والاستغراق. فإذا قلنا المسلمين، هل العموم هنا معناه كل فرد فرد من أفراد المسلمين، أم أن المراد كل ثلاثة
من المسلمين. يعني العموم وارد على الأفراد أم وارد على المجموعات؟ مثال، أعطي المسلمين درهما، هل المراد أن أعطي كل مسلم درهم أم أنني أعطي كل ثلاثة درهم؟ يعني هل العموم عموم جمعي ولا عموم أفراد؟ هذا هو الذي يتكلم فيه الشيخ هنا. وعلى العموم قيل أفراده جموع المسلمين، يعني كل ثلاثة 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 وهكذا. وقيل أحاد، يعني كل فرد 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 في الإثبات وغيره. فإذا قيل رأيت المسلمين معناه أنني رأيت يعني كل فرد، أم رأيت كل ثلاثة، واحد واثنين وثلاثة مجتمعين رأيتهم حال كونهم مجتمعين، سواء كان ذلك في باب الإثبات أم في باب النفي. ما رأيت مسلمين، يعني ممكن رأيت واحد أو رأيت اثنين عند من قال بأنها عموم جموع، وعند من قال بأنها أحد لم يرى ولا مسلما. فهمنا؟ سهلة جدا يا ساقي. أين الثلج؟ خلاص أنت تشرب مني الثلج يا ساقي. لا لا أريد لا من تحت ولا من فوق. وعليه وقيل أحد، يعني واحد 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 إلى آخره. وعليه أكثر أئمة الأصول والنحو كذلك، ودل عليه الاستقراء، يعني استقراء كلام يعني العرب، وصرح به أئمة التفسير في كل ما وقع في التنزيل من هذا القبيل. كلامه حلو. وصرح به أئمة التفسير في كل ما وقع في التنزيل من هذا القبيل. كلامه في ساقة، لكنه ما أراد أن يفعل هذا، إنما القارئ هو الذي أراد أن يفعل هذا. وصرح به أئمة التفسير في كل موقع في التنزيل من هذا القبيل، نحو أعلم غيب السماوات والأرض، يعني مش غيب كل ثلاث سماوات وكل ثلاث سماوات، لا غيب كل سماء 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 من السماوات السبع، وغيب كل أرض 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 من الأراضين السبع. وليس المراد أنه يعلم غيب كل ثلاثة ثم ثلاثة أخرى ثم ثلاثة أخرى وهكذا. وعلم آدم الأسماء كلها، يعني كل اسم من الأسماء وليس كل ثلاثة من الأسماء. وإذ قلنا للملائكة، أي لكل فرد فرد من أفراد الملائكة وليس لكل ثلاثة ثلاثة من أفراد الملائكة، اسجدوا لآدم والله يحب المحسنين، أي إن الله سبحانه وتعالى يحب كل فرد 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 من أفراد المحسنين، لا كل ثلاثة 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 من أفراد المحسنين. وما هي من الظالمين، أي من كل فرد من أفراد الظالمين ببعيد. والله يريد، وما الله يريد ظلما للعباد، يعني لكل عبد 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 وليس لكل ثلاثة 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 وهكذا. فلا تطع المكذبين، أي لا تطع كل فرد فرد من أفراد المكذبين، وليس المراد لا تطع كل ثلاثة ثم ثلاثة ثم ثلاثة وهكذا، إلى غير ذلك من يعني هذا الاستعمال الكثير. ولهذا صح بلا خلاف، جاء القوم أو جاء العلماء إلا زيدا، صح أي في الاستعمال اللغوي،
وفي السياق والتركيب، ولم يعترض على ذلك عربي أو أعرابي من أهل الصناعة اللغوية. جاء القوم إلا زايدا، عارف لو العموم عموم جماعات كان جاء القوم إلا زيود، لأن المستثنى بعض من المستثنى منه. لو كان جماعات يبقى إيه؟ يبقى كنت تحذف كل ثلاثة، يبقى جاء القوم أي جاء كل ثلاثة إلا ثلاثة واحدة، هما ثلاثة الزيود. أو العلماء إلا، يعني ثلاثة من العلماء. أو إلا الزيدين شخصين، مع امتناع قولك جاءني كل جماعات من العلماء إلا زيدا. كل جماعات على الاستثناء المتصل إلا زيدا، إذا أردت به الاتصال ما يصح هذا الكلام، لأن جماعة ده عموم جماعات، والجماعة إنما يكون أقلها ثلاثة، فكل جماعات إلا زيد، كيف هذا؟ تقول إلا زيود، يصح على الاستثناء المتصل، لكن لو جعلت هذا الاستثناء من قبيل المنفصل صح هذا الكلام، لأنه يكون على معنى لكن زيد لم يكن مع هؤلاء. وخرج بما ذكره الجمع المنكر، فإن الجمع المنكر ليس بعام، فإذا قلت رأيت رجالا لا يدل ذلك على أنك قد رأيت كل الرجال. طيب، انتهينا من هذا الدرس. في الدرس القادم يوم الأحد إن شاء الله نكمل ما قرأناه من ألفاظ العموم، وهذا مبحث مهم جدا.